نحن على بعد 500 متر من مبنى الكابيتول في قلب العاصمة الأمريكية واشنطن. هنا أصحاب المنازل ليسوا عائلات وإنما نوادي للجمهوريين أو الديمقراطيين أو لجماعات الضغط الذين لا يحبذون وجود الكاميرات. في الداخل مرشح إلى الكونغرس ينظم سهرة خاصة لجمع التبرعات، والضيوف هم من المؤيدين الأغنياء وخصوصا من مجموعات الضغط. كل شيء هنا قانوني، ولكن كيتي تقول إن المال الذي يتم جمعه ليس سوى لشراء أصوات الناخبين. كل ليلة وخصوصا من الثلاثاء إلى الخميس تنظم مثل هذه السهرات قرب الكابيتول لجمع التبرعات. هذه الليلة ديمقراطي آخر يحيي حفلة مكسيكية، وللمشاركة عليك أن تدفع أكثر من 500 دولار يتم تسليمها يدا بيد إلى المرشح. إنه ديمقراطي قوي وجزء من اللجنة التي تقرر كيفية إنفاق المال. إنهم يجمعون له المال ليساعدهم. إد باستر يأتي من الغرفة. في الداخل يجري الزوار جردة لأرباب العمل في المنطقة والذين يمكنهم تمويل الحملة الانتخابية. الإعلان في التلفزيون أو الإذاعة يكلف غالياً، فالمرشح كأي منتج يحتاج إلى تسويق نفسه وهذا مكلف. يوقع التشيكات أشخاص أمثال جاك أبراموف، وقبل أن يسجن بتهمة الفساد كان الملك في جماعات الضغط في واشنطن، وهو اليوم تائب يندد بنفاق السياسيين الذين يدعون أن الأموال لا تؤثر على عمليات التصويت. في الواقع إذا تحدثت إلى أعضاء الكونغرس يقولون إن الأصوات ليست للبيع مقابل 2000 دولار، لكن المشكلة هي أنهم يفتشون دائما عن المقابل في كل شيء. وفي الخلاصة، في الفترة الانتخابية المال يمر على المرشحين والناخبين على حد سواء.